على مصطفى له ملاحظات على إمام لديهم يقول عنه إنه لا يرفع يديه حذو أذنيه ولا حذو من كبيه عند الركوع في تكبيرة الإحرام. كذلك فإنه سريع في القراءة وبدون قواعد وبطريقة غير مسموعة مع التثاؤب الكثير، وهو كسلان كما يصف. ثم إنه لا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، ثم إنه يسرع أثناء تأديته للصلوات. ويسأل فضيلتكم ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام وكيف توجهونه وأمثاله، جزاكم الله خيرا، علما بأن المصلين الذين وراءه يقلدونه ويسيرون على طريقته ومسجده هو المسجد الوحيد في منطقتهم، جزاكم الله خيرا. شفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر، ومقامها في الإسلام عظيم. الله تعالى أمر بإقامة الصلاة في كثير من الآيات، يأمر بإقامة الصلاة ولم يقل صلوا فقط، لأنه ليس المقصود الصلاة الصورية، وإنما المقصود الصلاة الحقيقية التي يكون فيها الطمأنينة والخشوع لله عز وجل وأداء الأركان والواجبات، وكذلك ما يستطيع من سنن الأقوال والأفعال المكملات فيها، لأنها عبادة عظيمة. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فأمره بالإعادة عدة مرات، وهو يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام ويقول صل فإنك لم تصل، ثم يرجع ويصلي، ثم يأمره بإعادة الصلاة، حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وفي كل ركن منها يقول حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، ما فعل ذلك في صلاتك كلها. وأخبر أن نقر الصلاة من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، فقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، فلا يجوز للمصلي إماما كان أو منفردا أن ينقر الصلاة، وإنما يتم الصلاة ويقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم، الإمام مأمور بالتخفيف الذي لا يخل بالصلاة، تخفيف مع الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة، هذا تخفيف مع الإتمام لنهي صلى الله عليه وسلم عن نقل الصلاة. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومن الشهو في الصلاة عدم إتمامها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والإمام بالأخص عليه مسؤولية عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، وإذا أحسن فالأجر له ولمن خلفه، وإذا أساء فإن الإثم يكون عليه، لهذا قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فهو مؤتمن وضامن ومتحمل لأمانة عظيمة يجب عليه أن يقوم به، وأن لا يخفف الصلاة تخفيفا يخل بها ويحرم من خلفه من الطمأنينة فيها. وما ذكره السائل من أن هذا الإمام عنده بعض التساهلات في الصلاة، فهذا أمر لا ينبغي. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين هذا من السنة، كذلك رفعهما عند الركوع عندما يقول الله أكبر للركوع أيضا هذا من السنة، ورفعهما بعد ما يرفع من الركوع أيضا هذا من السنن، ولا يخل بالصلاة لكنه ينقص كمالها، أنه من السنن المستحبة. وأما القراءة إذا كان يلحن فيها لحن يحيل المعنى فإنها لا تصح صلاته، لكان يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يحيل المعنى، كما لو قال في أنعمت عليهم أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم فإن هذا يحيل المعنى، أو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام هذا يحيل المعنى، لا تصح صلاته
معه وهو يستطيع أن يعدله ولا يصح أن يعم غيره ممن هم أحسن منه قراءة في هذه الحالة. أما إذا كان قصد السائل أنه لا يجيد التجويد قواعد التجويد فهذا أمر ليس بلازم. التجويد من المحسنات من حسن الأداء، ولكنه إذا لم يعرف قواعد التجويد فالأمر في هذا سهل، لا يخل بالصلاة ما دام أنه لا يلحن في قراءة لحنا يحيد المعنى صلاته صحيح. وأما الجهر بآمين فهو سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، كان الصحابة يجهرون بها، يجهر بها الإمام والمأموم على الفراغ من قراءة الفاتحة. والتأمين ليس من الفاتحة، وإنما هو تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة، يعني معنى آمين اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فإذا فرغ منها يقول آمين أي اللهم استجب، هذا الدعاء العظيم، وهذا مستحب للإمام والمأموم معا وأن يرفعوا أصواتهم به في الصلاة الجهرية ويسروه في الصلاة السرية. المهم أنه سنة لا ينبغي تركها. جزاكم الله خيرا.